سلفيني يا دنيا دمعة أبكي بيها على الرجال، لما شافوا الدنيا ولعة هربوا من ساحة القتال، سابوا ندل جبان يخرب بالسلاح يقتل ويهرب، وما قلنا فين رجالنا قالوا نأسف ده محال. مع الشاعر الجميل أستاذ رشدي الأمير. أيوه أنت قالوا لي مين القمر؟ وسط القمر ده رد سيارة جت من السفر في المنطقة يا رد فجأة العدو انقهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا شكرا على الدعوة الجميلة. من اول عشان الله اتفضل. سالت مين القمر؟ قالوا القمر ده رد طياره جت من الهرم في الملتقى يا رد فجاه العدو القهر لما النجاح كان رد. اللهم تكلم يا نسيت. روحي في ذات مصدر الأخ وصفك يا رد. روحي في ذات مصدر الأخ وصفك يا رد. أهلا وسهلا بكم الصعب يصبح سهلا إن كنت شابا أو كنت جهلا. أهلا وسهلا. بكتب وألف بمهارة بس التقدير مفيش خسارة عشان كان قبلت التحدي في قصائد أو كتير أشعار. مع حضراتكم الشاعر رشدي الأمير سعدنا وشرفنا وقدم لكم إحدى قصائدي وهي بعنوان مفيش تقدير. مفيش تقدير كده كفاية مفيش تقدير. كتبت قصيدة وحكاية لكن ألمي بحسه أسير. كده كفاية هنا وهناك كده كفاية مفيش تقدير. ومين يقدر المسافات هنا وهناك بنمشي نطير ونتقابل ونتكلم ونسمع بعض نتعلم. انا اسف راح اتكلم مفيش تقدير. يا ريت لو حد فهمني عايز تفسير. ضربنا من ضيوفنا كتير ومهما نقول مفيش تقدير. كتبنا الشعر بمهاره انا وانتم هنا وهناك قصيده حب يا خساره. فمن يسمع ومين وياك فكم منكم عمل دوان في دار النشر وطبعها. يا ربي كل شيء بأوان يفرقها يوزعها على أصحابه على أخواته بكلمة جميلة ولطافة. فمين قدر تعب ذاته لقصر ثقافة ولا ضيافة. أنا زعلان على حالكم على حالي في كل صالون وبسمعكم بإحلالي. أنا آسف راح أتكلم لا يمكن أقول وأنا مالي. ما أنا شاعر وبيقولوا علي أمير. أنا آسف هقول تاني مفيش تقدير.